شوف كم عبد شايف ست سنين. عادوا ما زال عاكم به وتعاونون تس عشت عشت سمت لا اله الا الله عشت 14 لا اله الا الله سبحان الله العظيم بارك الله فيك 14 ولد 14 اكلمك الله ارحمك لا اله الا الله سبحانك يا رب جيش فيها صوره واحده الرقم سبحان الله العظيم لا اله الا انت عظم ما شفتش حاجة كيف؟ تشوف عظم بكره بعد ليش ايش في بكره بعد؟ من اكبر من ذا اكبر من ذا 300 400 روح علي هذا الكبد هذا الكبد صح؟ علي هذا الكبده يا علي لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله ايش محمل بطنه ها هذا الكرسي والله يا عمار دفع تقل لك لينا عمار ياكل الكبد ياكل الكبد دواء ولا الصدر لا استمالا تعمش اللواء انا معك روح حمو اسكب الصدر طلع رغوه الحين العيل حقون شرعوا تعيشوا ولا تقتلون ما قدم ميتة تدخل الحركين ما يقدم ميتة خلاص روح الرقبه شوف شوف ما تقتل يا دابا ها هذا الكرش حق في دار حاجه هذا حق ذيك اليوم انا اجيبه يد يجيبه يد بني ادم يا راجل قسم بالله اوه هذا يا داخل حق السمس العبه صار تعال افتح نشوف افتح نشوف ذا سمح يا شاش افتح اذا سمحت والله ليش الشرطه يا اسمع عاد خذ الشكين خذ الشكين اسمع عندي اكل اكله لا في بيع حق السلفنا اوه شوف شوف هالغلاف لا اله الا الله يا عمار قال لي شرطه هريا يا عمار صح خليك في داخل بطنا وش الله في بطن او صافي قول لك صافي بطنا لا قالوا انه قالوا في سلحفاه لا في عنبر تخيل لك يا عيل سبحان الله من قوم والاولاد لقيت اولادها لا اله الا الله 14 واحد ها خرج 14 واحد من داخله اولادها عكرين اولادها عكرين تحركي شوف شو 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 لك اتمنى ادم حقي مش ملي شوي اوه حقي ملي الله يسلمك الان انا يفتح الكرش حقه نشوف ايش يخرج اعتقد
شو ايش هذا؟ سلحفاة؟ كيف خير فعلتها ها؟ وهذاك تعبان ولا شيء؟ يعني من بول؟ بول سلال اي حاجة يدخل لها انا مش الماس انا بلا الماس بلا ذهب بلا هذا يا ما وين قم من بول؟ سلحة ذا